بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتكلم عن اخر موضوع في الهيماتولوجي وهو الترانسفيوجن ميديسن، وهو يمكن واحد من الحاجات المهمه جدا في الديلي براكتس، ويمكن في تخصص كامل اباوت ترانسفيوجن ميديسن. الناس بتخصص بس الترانسفيوجن، الانديكيشنز بتاعته، الاماونت اللي بنديها، ازاي اصلا باخد سرعه البلاد برودكتس واعملها بريزرفيشن. ممكن انا في كورس كامل انا عامله اباوت البيسكس بتاع ترانسفيوجن ميديسن للميديكال براكتيشنرز، بس هنا بالنسبه للامتحان وبالنسبه للحاجات المطلوبه في الديلي براكتس هقول شويه تيمز، لكن نركز على الحاجات المهمه قوي الكوملي او frequently asked questions في الامتحان، ده دايما متعلقه بايه هي الانديكيشنز او ايه هي الكومبليكيشنز بتاعه البلاد ترانسفيوجن. تعال نبدا كده نتكلم فيها اول حاجه خالص about indications of the most important blood products. طبعا في عندنا different blood products زي ال whole blood او ال packed RBCs، ال platelets، ال plasma، ال cryo، ال factor concentrate. كل دي blood products ممكن نتعامل معاها في transfusion medicine، بس الحاجات المهمة قوي اللي احنا بنشوفها دايما في ال daily practice زي ال packed RBCs، ال platelet transfusion وال plasma transfusion. نبدأ نشوف أول واحدة فيهم وإيه ال indications بتاعتها. نتكلم عن ال packed RBCs transfusion. إيه ال indications بتاعت ال packed RBCs transfusion؟ خلي بالكم ان النقطه دي مهمه جدا جدا في الديلي براكتس. يعني للاسف احنا في ناس بتتخرج وبتبراكتس ميديسن بالسنوات وهي ابتلنا ومش عارفه وين تو ترانسفيوز، ويتش تايب تو ترانسفيوز. يعني دي حاجه من الحاجات المهمه قوي قوي، ولازم زي ما قلت لكم الجزء ده يبقى فور اول ميديكال براكتيشنرز في الديلي اكسبيرينس بتاعهم، ازاي انا اتعامل مع البلاد برودكتس، امتى اطلبها، وين تو ريكويست، هاو تو ريكويست، اند هاو تو مانج الكومبليكيشنز بتاعتها. اولا زي ما قلت هنتكلم عن الباكد ار بي سيز. الباكد ار بي سيز الانديكيشنز بتاعتها، يمكن احنا مفيش عندنا حاجه كات اوف تقول لك بالظبط وين تو ريكويست باكد ار بي سيز، لكن في عندنا حاجات نقدر نقول يوجوالي دي واحده من الميجر انديكيشنز فور ريكويست اوف باكد ار بي سيز. اول حاجه لو حد عنده اكيوت بلاد لوس. طب هل اي اكيوت بلاد لوس تطلب له باكت ار بي سي ترانسفيوجن؟ اي حد جالك بيه موتور كار اكسيدنت او عنده هيماتيمزيس تطلب له على طول روتينلي باكت ار بي سيز؟ يوجوالي لا. انت لما يبقى عندك بلاد لوس مور ذان 30% من الفوليوم اوف ذا بلاد، يعني احنا بنتكلم يوجوالي احنا عندنا في جسمنا حوالي الادلت الطبيعي اللي هو 70 كيلو جرام عنده حوالي 5 لترز من البلاد، فتقريبا لو فقد لتر ونص، تقريبا اكتر من لتر ونص، يبقى ده غالبا هيحتاج طبعا وان اوف the cutoff indications for backed RBCs transfusion. تمام؟ طب انت تعرفها ازاي؟ انت طبعا مش هتقيس بالظبط العيان دوت فقد دم قد ايه، ولكن هتعرفها من الكلينيكال برزنتيشنز بتاعك. لو العيان جالك بالتاكارديا وهايبوتنشن، يبقى يوجوالي العيان دوت دخل فيه loss of blood at least 1 liter او اكتر، ما دام خلاص بدا يحصل فيه ال compensatory mechanisms after acute blood loss. طب هل تدبند على الهيموجلوبين at this stage؟ لا. الهيموجلوبين دايما، عشان كده الناس بتشتغل في الطوارئ دايما، احنا بنرفلكت الهيموجلوبين بيبدا يرفلكت الاكيوب بلس بعد اتليست 24 ساعه عقبال لما العيان دوت تكون عمل ريبليسمنت بالاي فلويدز للانترافاسكولار فوليوم. بمعنى ايه؟ يعني واحد مثلا جاي في موتور كار اكسيدنت وفقد له مثلا في الحادثه دي حوالي لتر او 1.5 لتر من البلد، عند اول ما هيجي لك هتلاقي عنده كلينيكال برزنتيشنز بتاعت الاكيوب بلس، هتلاقي عنده هايبوتنشن، هتلاقي عنده تاكارديا. ليه؟ نتيجة ال blood loss اللي حصل. طب لما تيجي تسحب له بقى الهيماتوكريت بتاعه، هتلاقي الهيماتوكريت بتاعه يمكن وإذن ستيل ما اتغيرش كتير، يعني هتلاقي 34 38، مفيش فيه تغير كتير قوي. ليه؟ لأنه during the acute stage الواحد بيحصل له vasoconstriction في ال blood vessels، والجسم يبدأ يحاول يتعامل مع ال acute situation دوت، إنه يعمل reflex vasoconstriction ويحاول to maintain intravascular volume، وبالتالي دايما الهيماتوكريت بيبقى not affected early. لكن لما تبدأ أنت بقى تكوريكت العيان ده وتدي له IV fluids وتدي له plasma expanders، يبدأ بقى تشوف الإفكت بتاعت الهيمودايليوشن، تلاقي الهيماتوكريت بتاع العيان دوت يبدأ يقل، يرفلكت الأماونت أوف أكيوب بلاد لوس اللي حصل. عشان كده يوجوالي أنت بتأسس بيزد أون الكلينيكال برزنتيشن في أول أو أكيوت ستيج أفتر أكيوب بلاد لوس راذر ذان الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت. ما تستناش الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت عشان تريكويست بلاد فور ذيس بيشنت. لا، العيان دوت ممكن على طول على طول لو أنت شاكك أو شايف فيه كلينيكال ساينز بتاعت acute blood loss ومور ذان 1 لتر، اللي هي عيان بدأ يدخل معاك في reflex tachycardia ويدخل فيه hypotension وعنده history of blood loss، سواء كان مثلا hematemesis، ميلينا، motor car accident، يبقى على طول العيان دوت request for him
باك ار بي سيز. تاني واحد من الانديكيشنز مهم قوي هو يمكن ده تاني كات اوف بالنسبه لنا، وهو لو الهيموجلوبين ليس ذان 7 جرام بير ديسي لتر. بس هنا هتكلم فيها نقطتين. اول حاجه الرقم ده مش قران، يعني مش معنى ان العيان الهيموجلوبين بتاعه فوق السبعه مش معنى كده لا ما تنقلوش. لا، انت زي ما قلت قبل كده ان الانيميا سيمتومز بتعتمد على الديوريشن بتاعه البلاد لوس اللي حصل. ممكن واحد يكون عنده حصل له اكيوت بلاد لوس مره واحده الهيموجلوبين قل بالنسبه له، والاكيوت بلاد لوس ده يبقى مور سيمتوماتيك. عشان كده دايما احنا بنربط ما بين الرقم ده وما بين السيمتومز، يعني عيان عنده الهيموجلوبين بتاعه ليس ذان 7 وسيمتوماتيك. في نوع من البيشنتس اللي ممكن الهيموجلوبين بتاعه يبقى 6 و5 ونص ولغايه 5 وما تنقلهمش، اللي هم مين؟ الناس عندهم هيموليتيك انيميا، كرونيك هيموليتيك انيميا، زي الناس اللي عندهم ثلاسيميا. ده يوجوالي اللي عنده ممكن يبقى قاعد خالص عادي قدامك كده هيموجلوبينه 6 وهيموجلوبينه 5 ونص وعادي ما فيش في اي حاجه خالص. عشان كده يمكن الكات اوف فاليو بالنسبه للثلاسيميك بيشنتس اللي هم عندهم كرونيك هيموليسيس او مودريت ثلاسيميا ممكن يبقى less than 5. لكن يوجوالي بقى في الشخص العادي لا، لو الهيموجلوبين اقل من 7 انقله، لان غالبا عندها هيبقى سيمتوماتيك. ممكن هنا في ستادي اتعملت على الكات اوف فاليو بتاعه الهيموجلوبين بتاعه البلاد ترانسفيوجن في بيزد اون هيموجلوبين. ستادي شهيره قوي كانت عملت في الاي سي يو بيشنتس كومبيرد ما بين العيانين اللي هديلهم بلاد ترانسفيوجن ستريكت بلاد ترانسفيوجن لو الهيموجلوبين بتاعهم اقل من 7 فيرسس ليبرال بلاد ترانسفيوجن اللي هو انت عايز تارجت الهيموجلوبين بتاعك يبقى اراوند 10. لو ان السرفايفل كان احسن في العيانين اللي عملنا لهم ستريكت بلاد ترانسفيوجن، يعني استنيت لغايه ما الهيموجلوبين اقل من 7 وترانسفيوز. عشان كده مش اي حد تاني زي ما قلت كده ترانسفيوز، لا لازم يبقى يوجوالي الكات اوف فاليو بتاعك 7 وفي نفس الوقت العيان يبقى سيمتوماتيك. طبعا دي ليها سام اكسبشنز، لو عيان داخل في اكيوت بلاد لوس زي ما قلت قبل كده ما تستناش لغايه ما الهيموجلوبين بتاعه يقع، لا ممكن بيزد اون سيمتومز على طول ريكويست بلاد ترانسفيوجن فور هيم. الحاجه الاخيره لو الهيموجلوبين اقل من 8 والعيان ده هيدخل عمليه بري اوبرتيف. العيانين اللي هم داخلين بري اوبرتيف والعمليه دي يوجوالي عندها ريسك فور ميجر بليدنج، زي مثلا واحد داخل في جي اي مثلا هيعمل كولون ريسكشن، واحد داخل مثلا في اورثوبيديك سيرجري وهيعمل مثلا هيب ريبليسمنت او هيعمل اي عمليه في العظام هيبقى فيها يوجوالي مثلا انت عارف في اكستنسيف بلاد لوس. العيان دوت لازم تو كيب الهيموجلوبين بتاعه بري اوبرتيف يبقى فوق الثمانية. ليه؟ لانه اكسبكتد ان العيان ده ممكن يحصل له بلاد لوس ديورنج العمليه ويدخل منك في هايبوتنشن ويدخل منك في اكيوت هارت فيلير ديورنج العمليه لو انت didn't correct blood كويس ليه. عشان كده تلاقي يوجوالي في العمليات الكبيره قوي او في الميجر سيرجريز بيقول لك احنا هنحجز بلاد ويبقى اندر ريكويست، لو احتاجنا له اثناء العمليه هنقول له نعمل له بلاد ترانسفيوجن ديورنج السيرجري. دي يمكن 3 مين انديكيشنز تاني فور باجد ار بي سي ترانسفيوجن. يبقى تاني لو العيان ده اكيوت بلاد لوس اكتر من 30% من البلاد كونتنت او البلاد فوليوم. تاني حاجه لو الهيموجلوبين اقل من 7 جرام بير ديسيليتر والسيمتومز، واخيرا لو العيان دوت اقل من 8 وداخل عمليه. يمكن في حاجه كمان ما كتبتهاش، طب العيانين الكاردييك، العيانين الكاردييك دايما خلي بالك العيانين عندهم اسكيميك هارت ديزيز بالذات يوجوالي يو هاف تو كيب الهيموجلوبين بتاعهم اراوند 9 الى 10. طب ليه؟ لان مشكله العيانين دول هم عندهم نارمنج اصلا في الكورونرز، وبالتالي الاكسجين اللي رايح للكاردييك مثلا بيبقى قليل. فما بالك لو انت دخلت ادينت فاكتور بقى ودخلته في سيفير انيميا، اللي عنده هيدخل ممكن يدخل في ام اي وممكن يدخل في دي كومبنسيت هارت فيلير. عشان كده يوجوالي العيانين الكاردييك الكات اوف فاليو بتاعهم بيبقى فوق ال 8، يعني لو اقل عن 8 فعيان كاردييك لا يفضل انك تعمل له بلاد ترانسفيوجن. عشان كده قلت ان رقم 7 ده هو ده اليوجوال ترند لكن ما هواش قران. لا، انت ممكن في بعض العيانين ترانسفيوز تبقى اقل من 7 زي الناس اللي قلت عنهم كرونيك هيموليتيك انيميا، وممكن يبقى اكتر من 7 زي الناس اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز او هارت فيلير. ده بالنسبه لي الباكد ار بي سيز ترانسفيوجن. طيب ايه الانديكيشنز بقى بتاعت البليت للترانسفيوجن؟ خلي بالك احنا البليت للترانسفيوجن بنقلها لحاجه من الاثنين، يا اما تنقلها كبروفلاكسيس او تنقلها از ثيرابي. تمام، كبروفلاكسيس يعني واحد ما عندوش بليدنج ولا حاجه، امتى هنقل له بليتليت؟ لو البليتليت كاونت بتاعه اقل من 10000، لو البليتليت كاونت اقل من 10000 لا ساعتها ده كلير كات اوف انديكيشن انك تعمل له بليتليت ترانسفيوجن. طيب بليتليت ترانسفيوجن بيبقى يوجوالي من 6 الى 12 وحده، وانت بتشوف بعد كده الريسبونس للبليتليت ترانسفيوجن اللي حصل. يعني في بعض العيانين عندهم حاجه اسمها الو ايمونيزيشن، بمعنى عنده انتي بودي بتكسر بليتليتس. عشان كده يوجوالي انك تفولو اب
البليتلت ترانسفيوجن افتر ترانسفيوجن بساعتين، تسحب له كمان سي بي سي وتشوف البليتلت كاونت الانكريمنت بتاع البليتلت وصل لكام. طيب ده بدي از بروفيلاكسيس، واكتر ناس بتحتاج فيهم القصه دي او بتشوف فيهم اللو سيفير لو بليتلتس كده وتدي لهم بروفيلاكسيس، الناس اللي هم على اكتف كيموثيرابي او الناس اللي عندهم بون مارو فيلير نتيجه زي ما قلت اكتف كيموثيرابي او راديوثيرابي او مالجنسي، يعني مش قادر يكون بليتلت بشكل طبيعي. ده از بروفيلاكسيس. از ثيرابيوتيك بقى ريجاردلس الكاونت، لو اي حد عنده ثرومبوسيتوبينيا وعنده بليدنج لا يبقى العيان دوت على طول حتى لو الكاونت بتاعه اقل من 50 وعنده بليدنج لا يبقى ده محتاج بليتلت ترانسفيوجن. ايضا في الناس اللي عندهم دي اي سي، الناس اللي عندهم دي اي سي العيان ده البليتلت بتاعه 30 و40 وعنده اكتف بليدنج لا يبقى الهدف في هذه الحاله تو كيب بليتلت اكتر مور ذان 50. يبقى اذا الستاندرد اقل من 10 ان البليت ترانسفيوجن، لكن في بعض السيتويشنز لا بيبقى التارجت بتاعنا فوق كده زي الناس عندهم اكتف بليدنج او الناس عندهم دي اي سي. في كلام برضو ان الناس عندهم انفكشن او الناس اللي عندهم سي كي دي او اللي بيغسلوا بيبقى الكات اوف فاليو بتاعتهم تبقى اعلى شويه لانهم عندهم مش بس كمان ثرومبوسيتوبينيا لكن عندهم كمان سم اليمنت اوف ثرومبواسينيا اليوريميا او الانفكشن بتضعف كمان البليتلت. عشان كده الناس اللي عندهم اكتف انفكشن او الناس اللي عندهم سي كي دي او الناس اللي عندهم يوريميا او داياليسيس او اني اذر فاكتور اللي ممكن يافكت البليتلت اكتيفيتي الناس دول ممكن اعمل لهم بليت ترانسفيوجن لو البليت كاونت اقل من 20. يبقى القاعده اقل من 10 في بعض الناس اللي عندهم اني فاكتور ذات ويكنس اللي ممكن يعمل لك ويكنس في البليت تبقى اقل من 20. اما بالنسبه للثيرابيوتيك انديكيشن لو اي حد عنده بليدنج كمان في البري اوبرتيف سيتويشن في بعض العمليات بتحتاج البليتلت كاونت بتاعك يبقى اباف نورمال. الماينور سيرجز عامه كان بي اكسبتابل لو البليتلت فوق ال 30 زي مثلا واحد هيعمل لايكوما هيعمل اني سيرجي او اي ماينور سيرجي اكسبت ان البليتلت كاونت تبقى فوق ال 30. لو حد ما عنده ميجور سيرجي لا يبقى لازم البليتلت بتاعنا تبقى فوق ال 50 وال 70 يمكن كات اوف 50 و70 ده الحاجه المتعارف عليها لو حد هيعمل ميجور سيرجي. خلي بالك ما تديش حد انتراثيكال هياخد حقن التخدير ظهري الا لو البليتلت كاونت بتاعه اباف 70. كمان بالنسبه للانترا اوبرتيف سيرجي والانترا كرينيال سيرجي لازم يكون البليتلت كاونت بتاعتك اباف ال 100,000. طبعا دي شويه كات اوف كده بس بعرف انه الارقام دي بتتغير على حسب السيتويشن بتاعنا. تمام زي ما قلت كده انه بيزد اون مثلا في الدي اي سي يبقى لازم اباف 50. في السيرجيز بتختلف هل دي ماينور سيرجي ولا ميجور سيرجي لكن اعلى الارقام في حالات الانترا اوبرتيف والانتر كرينيال سيرجي لازم يبقى اباف ال 100,000. تمام اخر حاجه بس عايز اقولها انه امتى تبقى البليتلت ترانسفيوجن يبقى كونترا انديكيتد. خلاص كونترا انديكيتد في الناس عندهم تي تي بي والاتش يو اس. ليه؟ لان مشكله الناس دول بقى عندهم حاجه زي ما قلت ان عندنا انتي بادي بيكسر البليتلت او بيعمل حاجه اسمها كونسامشن للبليتلت نفسها. الكونسامشن بتاع البليتلت دوت لو انت اديت لهم بليتلت الناس دول عندهم هاير تندنسي انه يعمل يحصل لهم ثرومبوزس فانا بنقل لهم بليتلت البليتلت دي هيحصل لها كونسامشن ويحصل لها تجمع وتعمل لك ثرومبوزس عشان خاطر السبب ده بتبقى كونتر انديكيت في حالات التي تي بي والاتش يو اس. طب في حالات الاي تي بي هل في رول فور بليتلت ترانسفيوجن؟ لا نو رول فور بليتلت ترانسفيوجن في حالات الاي تي بي انليس ان العيان دوت عنده حاجه من الحاجتين دول عنده بليتلت اقل من 10,000 او عنده اكتف بليدنج ساعتها ممكن دول اللي تدي لهم بليتلت ترانسفيوجن. يبقى يوجوالي ان البليتلت ترانسفيوجن كونتر انديكيت في حالات الاي تي بي لان هو مشكلته العيان دوت انه عنده انتي بوديز اجينست هيز اون بليتلت. طب لما يجي ياخد بليتلت من بره يعني الانتيبادز بتاعته برضه هتبقى رياكتيف اجينست البليتلت بتاع بره. اذا كان هو بيكسر البليتلت بتاعته مش هيكسر بتاع بره هيكسرها. عشان كده ما تديهاش غير في الاكيوت سيتويشن اللي هو لو البليتلت اقل من 10,000 عشان تبقى خايف جدا يحصل له انتركرينيال هيمورج او لو العيان دوت عنده اكتيف بليدنج. اوكي يبقى دي سم نوتس اباوت بليتلت ترانسفيوجن في الديلي براكتس نبقى عارفينها. طيب ماذا عن بقى الفريش فروزن بلازما ترانسفيوجن؟ الفريش فروزن بلازما ليها الوت اوف انديكيشنز وعشان كده بيحبوا دايما يسالوا عنها في الامتحان. الفريش فروزن بلازما خلي بالك انت بتديله الفاليو هنا ان هي بتبقى ريتش ان كواجيليشن فاكتورز عشان خاطر كده انت بتديها في حاله من الاثنين يوجوالي اما انك تعمل ريبليسمنت لسنجل كواجيليشن فاكتور ديفيشنسي او مالتيبل كواجيليشن فاكتور ديفيشنسي. بالنسبه للمالتيبل كواجيليشن فاكتور ديفيشنسي دي سيناريوهات كومن ممكن تشوفها زي مثلا واحد عنده دي اي سي. طب ما الدي اي سي بيعمل ديبليشن لاكتر من فاكتورز او حد عنده ماسيف ترانسفيوجن خد ماسيف ترانسفيوجن وبالتالي حصل دايليوشن الكواجيليشن فاكتور بتاعته او الناس اللي عندهم
كرونيك ليفر ديزيز وليفر سيل فيلير، الليفر مش قادر يصنع الكواجريشن فاكتورز او يعملها اكتيفيشن كويس، وبالتالي انت في هذه الحاله بتدي بلازما عشان خاطر تكوركت الكواجيروباثي نتيجه مالتيبل فاكتور ديفيشنسي. لكن كمان ممكن تستخدمها كباك اب تول لو انت عندك سنجل فاكتور ديفيشنسي وما عندكش الفاكتور كونسنتريت اللي تعوض بيه. يعني مثلا فور اكزامبل واحد عنده هيموفيليا وجاي لك باكتيف بليدنج، طبعا احسن حاجه انك تديله فاكتور 8 كونسنتريت. طب لو انت بقى للاسف في المستشفى عندك ما عندكش فاكتور 8 كونسنتريت والعيان عنده ماسيف بليدنج وخايف عليه، وعقبال ما يروح لاقرب مكان ممكن يكون حصل له لارج لوس اوف بلاد، خلاص لو عندك فريش فروزن بلازما عوض بيها لغايه لما يقدر يروح المكان يبقى فيه افيلبل فيه فاكتور 8 كونسنتريت، عقبال ما يروح يقدر ياخده. فممكن تستخدمها از باك اب فور سنجل فاكتور ديفيشنسي لو انت ما عندكش الفاكتور كونسنتريت بتاعه، اف ذا فاكتور كونسنتريت از نوت افيلبل. تمام، ما تستخدمهاش فيرست لاين رجاء، لا في حالات سنجل فاكتور ديفيشنسي زي حالة هيموفيليا A مثلا او هيموفيليا B او حد عنده سيفير او تايب 3 فون فيليبرن فاكتور ديزيز، لا البيست اوبشن هنا ان اديله فاكتور كونسنتريت. طب ما عندكش فاكتور كونسنتريت، خلاص ممكن تلحق بفريش فروزن بلازما لغايه لما يروح لمكان على طول تنقله ريكوست فور هيم فاكتور كونسنتريت. ده اهم تو انديكيشنز. في كمان انديكيشن مهم قوي قوي في الناس اللي عندهم وارفرين اوفر دوز، وارفرين توكسيستي. طبعا احنا اتكلمنا عن الوارفرين توكسيستي وارفرين اوفر دوز واتكلمنا عن القصه دي كلها. ولو حد دخل بقى في اكتيف بليدنج نتيجه الوارفرين يبقى في ساعتها على طول لازم تعمل رابيد كوركشن. الرابيد كوركشن بيبقى فيرست لاين زي ما قلنا بيبقى عباره عن بي سي سي اللي هو بروثرومبين كومبلكس كونسنتريت، ده بيبقى فيه الفاكتورز اللي هي اصلا بتبقى ديفيشنت في الناس اللي عندهم بياخدوا وارفرين اللي هو فاكتور 7 و9 و10 2. طيب ماذا لو ان انت ما عندكش البي سي سي، ما عندكش البروثرومبين كومبلكس كونسنتريت افيلبل؟ ساعتها ممكن استخدم الفريش فروزن بلازما تو ريبليس الوارفرين توكسيستي. ايضا احنا البلازما ممكن واحد اوف ذا انديكيشنز بستخدمها في الناس اللي بيعملوا بلازما اكستشينج، زي مثلا مين الناس عندهم تي تي بي والاتش يو اس. هي مشكله العيانين دول ايه؟ ان عندهم انتي بوديز في البلازما بتاعتهم اجينست البليتلت. طيب يبقى صح الحل بتاعهم ان احنا بنعمل حاجه اسمها بلازما اكسشينج. يعني ايه بلازما اكسشينج؟ ان انا اخد البلازما بتاعت العيان ده كله وارميها في الشارع واجيب له بلازما من بره ما فيش فيها انتي بودي واحقنها له، فده وان اوف انديكيشن اوف بلازما ترانسفيوجن. يبقى تاني يا اما هعمل كوركشن لفاكتور ديفيشنسي ايذر سنجل او مالتيبل فاكتور ديفيشنسي، يا اما هستخدمه في حالات ناس عندهم وارفرين اوفر دوز او وارفرين في حالات الانتي كواجيليشن اوفر دوز وعين دخلت في بليدنج، وفي حالات التي تي بي والاتش يو اس كبارت من البلازما اكسشينج. ده كلامنا عن الانديكيشنز اوف بلاد برودكت ترانسفيوجن ان موست امبورتنت بلاد برودكتس اللي هي الباكت ار بي سيز والبليتلتس والفريش فروزن بلازما. الجزء الثاني المهم عندنا في البلاد ترانسفيوجن هنتكلم فيه عن الهازرز اوف بلاد ترانسفيوجن. طبعا البلاد ترانسفيوجن ما هوش الحاجه الواو اللي هتحصل بدون مشاكل، لا لازم هينتج عنها مشاكل ولازم ابقى اكسبكتد ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وافهم المريض بتاعي ايه المشاكل ممكن تحصل من بلاد ترانسفيوجن وابقى عارف هاو تو دايجنوز اند هاو تو مانج ذيس بروبلمز. تمام، احنا عامه بنقسمهم الى ترانسفيوجن رياكشنز وانفكشنز واذرز. تمام، اول حاجه خالص هنتكلم فيها وهي ترانسفيوجن اكشن. احنا ترانسفيوجن اكشن اجين ممكن نقسمهم الى حاجه اسمها هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن ونون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن في منها حاجه اسمها اكيوت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن وحاجه اسمها ديليد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. تعالوا نتكلم عن كل واحده فيهم بتحصل ليه اصلا وايه هي الاعراض بتاعتها. الاكيوت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن بتحصل نتيجه اي بي او انكومباتيبلتي، يعني بالغلط انت نقلت العيان دوت دم بفصيله مختلفه عن فصيلته. مثلا العيان دوت عنده فصيلته A المفروض تنقل له دم من فصيله A، لا انت نقلت له دم من فصيله B. ال ABO incompatibility دي اخطر حاجه ممكن تحصل during blood transfusion ويجوالي بتحصل بالغلط. يبقى الممرضه وهي بتعلق عندها اتنين سراير عيانين، كيس الدم ده يتلخبط مع كيس الدم ده وهي بتعلقهم فيحصل ABO incompatibility، وياما حصلت المشاكل دي وياما بيبقى اللي بيحصل death on top لو للاسف ما تلحقش as soon as possible. طب العيان بيبريزنت بايه بتاع الاكيوت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن دوت؟ العيان ده يوجوالي عنده فيفر هايبوتنشن فلانك بين واكيوت كدني انجري. ليه؟ لان بيحصل على طول ماسيف هيموليسيس للدم اللي بينزل دوت، الجسم عنده ريدي ميد انتي بودي يكسر الار بي سيز اللي داخله له يكسرها وتعمل لك هيموجلوبينوريا، تعمل لك مشاكل في الكدني، اكيوت كدني انجري،
يعني دوت ممكن يحصل له death on table لو انت ما لحقتوش as soon as possible. طبعا اي حاجه زي كده اول حاجه تعملها توقف البلات ترانسفيوجن، تديله اي في فلويد تسبورت الكيدني كويس قوي. ده بالنسبه للاكيوت هيموليتيك ترانسفيوجن اكشن. لكن في حاجه تانيه اسمها delayed hemolytic transfusion reaction، ودي بتحصل ليه؟ بتحصل نتيجه ان الشخص ده بقى عنده الو انتيبادي اجينست الماينور انتيجنز. ايه حكايه الماينور انتيجنز دي؟ احنا عندنا الريد بلاد سيلز بيبقى عليها اي بي او انتيجنز اللي هي المشهوره قوي، وفي حاجات بقى ايه نون اي بي او. ايه نون اي بي او؟ نون اي بي او زي حاجه اسمها الكيل والكيد والدافي انتيجنز، دي يوجوالي الحاجات اللي بتحصل فيها ديليد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. تمام، وفي بقى برضه طبعا الريسس فاكتور، وان كانت دي may present with برضه ديليد ترانسفيوجن رياكشن بتشوفها اكتر في النيونيتس يعني. بس على العموم لو الجسم اوريدي عنده انتي بادي اجينست الماينور انجنز دي اللي هي الكيل والكيد والدافي، بيبدا لما ياخد بلاد ترانسفيوجن، زي مثلا لو اخد بلاد ترانسفيوجن كان اي بي او كومباتيبل اه، لكن مشكلته مثلا انه كان عنده كيد انتيجن وانت ما قدرتش تعمله ديتكشن، يبقى الشخص ده بيبقى عنده انتيبادي اجينست الكيد انتيجن. الجسم بعد ما بياخد الانتيجن دوت بيبدا يكون انتيبادي. الانتيبادي ده بياخد وقت، ايام، ممكن تاخد فيو 1 ويك او 2 ويكس قبل ما تتكون، ويبدا بقى يكسر خلايا الدم اللي هو اخدها. عشان كده دي بتحصل ديليت بعد فتره، الفتره دي يوجوالي تبقى افتر 1 ويك قبل ما تتكون الانتيبادي، ويكسر ايه الار بي سيز اللي اخدها ذات ريبريزنت الانتيجن الماينور انتيجن اللي هو مش عنده. ودايما بقى التكسير هنا بقى مش زي الاكيوت هيموليتيك ترانسفيجن اكشن، بيبقى تكسير في السبلين، بيبقى تكسير في حالات الاكيوت هيموليتيك ترانسفيجن اكشن بيبقى التكسير دايما انترافاسكولار، يعني هيموليس بيحصل انترافاسكولار، عشان كده بيحصل عندهم هيموجلوبينوريا واكيوت كيدني انجري. اما في الناس اللي عندهم ديلي هيموليتيك ترانسفيجن اكشن التكسير بيبقى في السبلين، بمعنى ان هذه الانتي بودي بتمسك الار بي سيز وتاكليرد في السبلين. عشان كده واحدة من البرزنتيشنز مهم ليهم، الناس دول بيبرزنت ويز مرة تانية دروب اوف بلاد، تلاقيه بعد ما خد الدم باسبوع مرة واحدة الهيموجلوبين وقع وتلاقي عنده جونتس. ليه؟ نتيجة هيموليسيس حصل، بيسموها ديليد هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. دي الهيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن اللي بنشوفها. في حاجات بقى كمان من الترانسفيوجن رياكشنز بيسموها نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشنز، يعني مفيش فيها هنا هيموليسيس، مفيش فيها خلايا بتتكسر. اشهر واحده فيهم الفيفر، فيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، وسميناها كده عشان خاطر نفرق بينها وبين الفيفر اللي بتحصل ديورنج الاكيوت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. ممكن واحده من السيناريوهات اللي بنشوفها كتير قوي ان الممرضه دخلت علقت كيس الدم، مفيش 10 دقائق ربع ساعه العيان بدا يشتكي من فيفر ورايجرز، تقيس الحراره لقيتها 130 والعيان عمال يترعش. دي واحده من الكومن سيناريوز. طيب ده بتحصل ليه؟ بتحصل يوجوالي ان حاجه من الاثنين، يا اما ان الدم اللي اتنقل ده وكان فيه سيتوكاينز عملت لك اكتيفيشن للهايبوثالاميك سنتر المسؤول عن التمبريتشر، والعيان ده دخل فيه فيفر ودخل في رايجرز، او ان الشخص ده عنده انتي بادي اجينست الدونر وايت بلاد سيلز، كون انتي بادي اجينست الدونر وايت بلاد سيلز، بدات الوايت بلاد سيلز تفرقع، وهي بتفرقع بتطلع بايروجينز تدخل العيان دوت في فيفر. طيب السيناريو ده ازاي فرق بينه وبين الاكيوت هيموليتيك ترانسفيوجن اكشن؟ دي حاجه من الحاجات المهمه قوي كلينيكالي بقى وانت بتلقط، هل دي فيفر بتاعت فيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن اكشن اوقف شويه واكمل، ولا دي فيفر بتاعت اكيوت هيموليتيك انسفيشن اكشن يبقى لازم اوقف على طول. يوجوال التفرقه كلينيكالي بتبقى صعبه شويه، بس العيان اللي عندهم اكيوت هيموليتيك انسفيشن اكشن بيبقى عندهم اذر مانيفستيشنز، يجي لك فلانك بين، تلاقي عنده هايبوتنشن الضغط بتاعه واقع، وممكن يبقى عنده دارك يورين. لكن في الناس اللي عندهم فيبرايل نون هيموليتيك انسفيشن اكشن هي جاست بس مجرد فيفر، حلها ايه؟ حلها انك بتوقف شويه ربع ساعه ولا حاجه، وبتدي له حاجات تقلل التمبريتشر وانتي هيستامينكس، بدي له مثلا باراسيتامول وانتي هيستامينك وتو تراي اجين الترانسفيوجن. لو امور مشيت تمام ومن غير اني اتاكس اوف فيفر يبقى غالبا ده كان عنده فيبرال نون هيموليتيك ترانسفيوجن اكشن. هاويفر ان الجايد لاينز بتقول ان اي حد جاله فيفر المفروض تتعامل معاها سيريسلي على انها اكيوت ترانسفيوجن اكشن، ووقف الترانسفيوجن، راجع مع البلاد بانك الاي بي او سب تايب بتاعه، وابدا خد الهيموليتيك سكرين، يعني خد له كومبس تيست، خد له عينه دم جديده، وابدا يورين اناليسيس،
كانك تورول او يعني ده دخل فيه اكيوت هيموليتيك سيرفيس ريأكشن. اوفر ان الكلام ده كلينيكالي او يعني مش بيحصل في الديلي براكتس، يعني مش ده التيبيكال سيناريو. لكن التيبيكال سيناريو لو انت عندك سيمبتومز واضحه ان عنده اكيوت هيموليتيك سيرفيس ريأكشن، خلاص وقف. طب السيمبتومز فيج شويه، ممكن توقف وتدي اللي عنده انتي بايريتيك وانتي هيستامينيك وتري اسس، والله اموره ستيبل، اعمل انذر ترايل ربع ساعه وشوف الريسبونس بتاع العيان ايه. لو اموره ماشيه تمام خلاص كمل الترانسفيوجن بتاعك وما تعملش اي حاجه اكتر من كده. يبقى ده بالنسبه لي الهيموليتيك ترانسفيوجن اكشن اند نون هيموليتيك ترانسفيوجن اكشن، اول حاجه فيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. كمان واحده من الترانسفيوجن رياكشنز الكومن قوي الالرجيك ترانسفيوجن رياكشن. ان عنده بعد ما خد الدم تلاقي عنده برورايتس، بيبدا يهرش، وده بيحصل يوجوالي نتيجه ان الدم بتاع الدونر بيبقى فيه سام بروتينز بتبقى الجسم اتعامل معاها على انها اليرجيك، وبيبدا يعمل انتي هيستامين، يتكون يطلع الهيستامين من الماستلز وتبدا تعمل لك برورايتس. هل هتدي اللي عنده انتي هيستامينكس هتلاقي اموره اتحسنت. لكن في حاجات مور سيريس بقى، الالرجي تبقى مور سيريس اب تو انافيلاكسس. ومعنى انافيلاكسس يعني ايه؟ يعني عنده يدخل في برونكوسبازم وفي لارينجيال إديما، هايبوتنشن اند شك. ودي يوجوالي بتحصل نتيجه اي جي اي ديفيشنت بيشنتس. يعني ايه؟ في بعض الناس عندهم اميون ديفيشنسي، بس نوع اميون ديفيشنسي ما تبقاش معروفه قوي شويه، اللي هو الاي جي اي ديفيشنسي. احنا عارفين ان احنا عندنا كذا نوع من الاميونوجلوبولينز، الاي جي جي والاي جي ام والاي جي اي والاي جي دي والاي جي اي. بعض الناس بيبقى عندهم مشكله في البي سيل كلون اللي بتطلع الاي جي اي، ما بيعرفوش عندهم اصلا ما بيكونوش اي جي اي، ما عندهمش اميونوجلوبولين اي بيتكون من اساسه. اي جي اي ديفيشنت بيشنت الناس دول عندهم دايما يعني كلينيكالي ريكارنت انفكشنز، تبقى يوجوالي ريكارنت ريسبيرتوري تراكت انفكشن، ريكارنت جي اي انفكشنز نتيجه اي جي اي ديفيشنس. مشكله بالعيان دول لو في يوم من الايام دخل فيه هيموليسيس واحتجت انك تديله باجد ار بي سيز، الباجد ار بي سيز لو انت نقلتها له من شخص طبيعي عنده كان ريبريزنت اميونوجلوبولينز، يبقى البلازما بتاعته دايما مع الباجد ار بي سيز بيبقى فيه شويه بلازما اوريدي كمان بيتنقلوا، فهتنقل معاهم اميونوجلوبولينز اللي من ضمنهم الاميونوجلوبين اي. الاميونوجلوبين اي مشكلته ان حجمه كبير، فاول ما بيدخل بقى في جسم الدونر ده اللي ما عندوش اي جي اي، يبدا الجسم يتعامل معاه انه حاجه غريبه جدا ودخل بكميات هايله قوي، يروح جاي مطلع ماسيف رياكشن ماسلز كتير قوي، يحصل لها دي جرانيليشن، تطلع a lot of cytokines a lot of histamine، يدخل عنده دوت في anaphylaxis and shock. طبعا المانج بتاعها زي المانج بتاع اي شوك تقليديه، وقف الترانسفيوجن رقم واحد ومانج الانافيلاكسس، تدي له بقى انتي هيستامينك، تدي له سترويدز، لكن اهم حاجه ان بدي له ابنفرين. ده بالنسبه لي الترانسفيوجن رياكشنز اللي بنشوفهم. يبقى تاني ترانسفيوجن رياكشن بقسمهم الى هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن ونون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. الهيموليتيك ممكن تبقى اكيوت نتيجه اي بي او انكومباتيبلتي، او ديليد نتيجه الو انتيبوديز اجنست ماينور انشنز. اما النون هيموليتيك ممكن تبقى جاست فيفر، ممكن تبقى بروريتس او الرجي، وممكن تبقى حاجه اكتر شويه اللي هي الانافيلاكسيس. دول كده بنسميهم كلهم ترانسفيوجن رياكشنز. لكن كمان ممكن في عندنا ترانسميشن اوف انفكشن، دي ايضا وان اوف ذا كومبليكيشنز. الترانسميشن اوف انفكشن يوجوالي بتبقى يا اما بكتيريال او فايرال او بارازايت. بكتيريال زي ايه؟ بكتيريا الاشهر بكتيريا اللي ممكن تحصل نتيجه الكونتامينيشن، طبعا عندك بلاك برودكت تقعد فتره طويله، طبعا انت بتريزيرف طبعا في بكرايو بريزرفاتيفز ودرجه حراره قليله جدا، لكن طبعا ممكن يحصل فيها بكتيريال كونتامينيشن، اول ما تيجي تنقلها تدخل العيان دوت في انفكشن اب تو سيبسز، طبعا دي عليها كاري هاي مورتاليتي لو حصل الكلام دوت. فيرال انفكشن من اشهر الفيروسز اللي ممكن تنقل مع بلاد ترانسفيوجن، البي والسي والاتش اي في، لكن كمان ما تنساش السيتوميجالو فيروس والليبشتاين بار فيروس، دي حاجه من الحاجات البلاد بورن اللي ممكن تنقل مع البلاد ترانسفيوجن. من اشهر البروتوزوا اللي ممكن تنقل ايضا مع بلاد ترانسفيوجن الملاريا، لان هي اصلا بلاد بروتوزوا بتعيش جوه الار بي سيز الشوستايتس بتاعت الملاريا نفسها. يبقى تاني ما تنساش انفكشن ممكن وايد رينج اوف انفكشن، بكتيريال وفيرال بارازيتيك انفكشن. بتكلمنا اول حاجه ترانسفيوجن رياكشن، رقم اثنين انفكشنز، تعال بقى على رقم ثلاثه اذرز. الاذرز يعني بنقسمهم كده ايه، هتلاقي لهم اسماء جميله قوي. اول واحده فيهم اسمها تاكو. التاكو دي اختصار حاجه اسمها ترانسفيوجن اسوسييتد سيركيتوري اوفرلود.
transfusion associated circulatory overload. ان بيحصل يوجوالي في الناس الكبار في السن الاولد ايج، او الناس اللي عندهم هارت فيلير، والناس اللي عندهم سي كي دي. كنا في اول نيابه شفت عيان مات وهو بيعلق دم، اوكي، كان عيان سي كي دي وكاردياك، خد الدم اتعلق على مستوى على مدار ساعه، كان الهيموجلوبين بتاعه كان 5.5 6، وخد الدم دخل في اكيو بلمونري اديما and died. الكلام ده حصل within 2 or 3 hours. مشكلة العين دول ايه؟ ان لو نقلت لهم دم كمية طبعا كبيرة 300 لتر، او دايما يوجوالي الباك ار بي سي حوالي 250 مللي، ممكن توصل ل 300 مللي، لما تنقل لهم هو اصلا عنده هارت فيلير او عنده سي كي دي، بيدخل فيه فوليوم اوفرلود، ما يقدرش يستحمل الكمية اللي دخلت دي في وقت سريع قوي، ممكن يدخل في اكيو بلمونري اديما up to death. عشان كده اهم حاجه لو انت حاجه زي كده لازم تعمل بروفيلاكسس كويس قوي، انك تديه بسلو ريت ترانسفيوجن سبيشال للعيانين الكبار، العيانين الكاردياك. تاني حاجه ممكن تدي معاهم دايريتكس عشان خاطر اتغلب على الفوليوم اوفرلود اللي بتحصل. ويوجوالي العيانين اللي عندهم سي كي دي او سبيشال لما العيان دوت على دياليسيس ما تنقلهمش الدم غير وهو بيدياليز، بدي لهم الدم ديورينج الدياليسيس. ليه؟ عشان خاطر هو الدياليسيس هو بيشيل منه الدم، ادخل بقى منه الفريش بلاد، وبالتالي اوفركم موضوع الفوليوم اوفرلود اللي بيحصل مع البلا ترانسفيوجن. تمام، دي اول مشكله بقى، ترانسفيوجن اسوسييتد سيركيلاتوري اوفرلود. رجاء راعي وانت بتنقل حد كبير في السن، حد كاردياك، حد سي كي دي، انقل لهم سلولي وانقل ودي معاهم دايريتكس. تاني مشكله اسمها تشالي، ودي حاجه من الحاجات الانترستنج اكشوال ان احنا عارفين ازاي بتحصل وهي هاو تو مانج، هوفر ان المورتاليتي فيها تبقى عاليه. الناس اللي بيحصل لهم تشالي المورتاليتي توصل حوالي 60% او 70%. ايه حكايه التشالي دي؟ التشالي اختصار حاجه اسمها ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري. ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري شفتها في حياتي كلها مرتين. ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل فيها الناس اللي بيحصل لهم بالمونري اديما، بس بقى نون كارديوجينيك بالمونري اديما، مالهاش علاقه بالفوليوم اوفرلود. امال ليها علاقه ازاي؟ بتبقى immunological، ان الشخص ده بيكون انتيبادي، قال له انتيبادي اجينست الريسيبيانت واي بلاد سيلز، يعني الدونر نفسه عنده انتيبادي اجينست الواي بلاد سيلز بتاعت الدون بتاعت الريسيبيانت. ودي حاجه ما نقدرش نتوقعها، عشان كده زي ما قلت لكم دي cannot be expected، دي واحده من complications اللي ممكن مكتوبه في الكتب وموصوفه وزي ما قلت لكم بتتشاف، لكن دي حاجه you cannot expect، ما نقدرش تتوقع بقى الشخص ده هيبقى الدونر اللي انت بتنقله ده عنده انتيبادي ريدي ميد للريسيبيانت واي بلاد سيلز، صعب انك تتوقعها قوي. اللي بيحصل فيها ان هذه الانتيبادي بترتبط اول ما الدم دوت بيدخل جوه الريسيبيانت، الانتيبادي دي بتمسك في الريسيبيانت واي بلاد سيلز وتروح بيها فين؟ تروح بيها في يحصل لها مارجينيشن في البلمونري كابيلرز والبلمونري فاسكليتشر، ومشكلتها تعمل ايه بقى؟ تبدا تطلع بايروجينز وتعمل انكريز كابيلري بيرميابيلتي، يعني بالظبط نفس الميكانيزم بتاعت الاكيو بالمونري اديما. يعني بس هنا الاكيو بالمونري اديما مالهاش علاقه خالص بالهارت، لا دي نون كارديوجينيك بالمونري اديما، عشان كده دي وان اوف ذا كوزز اوف اكيو بالمونري اديما، حاجه اسمها تشالي او ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري. طب علاجها ايه؟ لا حاجه زي كده على طول، اديله اكسجين ريسبيراتوري سبورت، دخله الاي سي يو عشان غالبا هيحتاج ميكانيكال فنتليشن تو مانج اكيوت بلمونري اديما، الاسترويدز، دايريتكس من ضمن الحاجات اللي كان بينفيت فور ذيس بيشنت. اخر حاجه خالص هي الماسك ترانسفيوجن. الماسك ترانسفيوجن بنشوفها كومنلي سبيشالي في العيانين اللي عندهم موتور كار اكسيدنت، اللي حصل لهم بلاد لوس بكميات كبيره قوي، فانت محتاج انك تعمل ريبليسمنت لللارج بلاد لوس دوت بلارج اماونت ببلاد ترانسفيوجن. مشكله البلاد ترانسفيوجن اليوجوال اللي احنا بنتعامل معاه بيبقى يوجوالي باكد ار بي سي ترانسفيوجن، وده بيحصل امتى؟ بيحصل في الماسيف بلاد ترانسفيوجن. ايه ماسيف بلاد ترانسفيوجن؟ يعني يوجوالي لو انت مدي بلاد ترانسفيوجن ما يساوي السيركيلاتوري فوليوم، يعني واحد مثلا 70 كيلو متوقع حجم الدم اللي في جسمه كام؟ 5 لتر. لو انت نقلت له دم ما يعادل 5 لتر، يعني تقريبا كده 10 اكياس باكد ار بي سيز، وفي عيان ممكن يبقى عنده بارت ابسيس، يس، في الناس الموتور كار اكسيدنت، واحد عنده انترنال هيموريدج او عنده نزيف، عنده رجل مقطوعه، ايد مقطوعه، عمال ينزف بكميات كبيره قوي، فبتدي له انت بلاد فوليوم بكميات كبيره عشان خاطر تريبليس البلاد لوس اللي حصل. خلي بالك وانت بتعمل اللارج بلاد لوس دوت، العيان دوت بالكوريكت هيموجلوبين بتاعه، لكن هيدخل معاك في مشاكل تانيه،
مشاكل تانية ايه؟ ان بيحصل له دايليوشن للكواجيليشن فاكتورز، دايليوشن للبليتلتس. عشان كده لو انتوا على الماسيف بلاد ترانسفيوجن دول وارد جدا يدخل معاك كواجيولوباثي اند دي اي سي. ليه؟ في الكواجيولوباثي اند دي اي سي عشان خاطر حصل دايلوشن للكواجيليشن فاكتورز اللي حصلت. ايضا يدخل في لو بليتلت. عشان كده راعي وانت بتنقل كميات كبيره من الباكد ار بي سيز لازم تنقل معاها فريش فروزن بلازما وتنقل معاها بليتلتس تو كوريكت الدايلوشن اللي بيحصل للكواجيليشن فاكتورز والدايلوشن اللي بيحصل للبليتلت. كمان من ضمن المشاكل اللي بتحصل ممكن تلاقي الكترولايت امبالانس، هايبوكالسيميا وهايبركاليميا. ليه بيحصل كل واحده من دول؟ الهايبوكالسيميا بتحصل لان مع الاماونتس الكبيره انت عارف الباك ار بي سيز البريزرفيتيف بتاعها بيبقى اديتا، يعني احنا بنحفظ الار بي سيز في كياس الدم باديتا. الاديتا دي طبعا لما الواحد يجي يتنقل له بقى الباك ار بي سيز يونتس دي، الاديتا تمسك في الكالسيوم موجود في الدم تدخل عنه في هايبوكالسيميا. عشان كده لازم تكوريكت الهايبوكالسيميا عشان ما تكونش فيه تيتانين. طب امال الهايبركاليميا بتحصل ليه؟ الار بي سيز لما بتبقى فترات طويله بعض الخلايا بتموت. احنا عارفين انه اغلب الخلايا بتاع جسمنا بيبقى فيه عندها هاير كونتنت اوف بوتاسيوم انترا سيلولار. دي البوتاسيوم هو المين انترا سيلولار كاتاين، فلما تيجي الخلايا تفرقع بيبقى كيس الدم نفسه فيه كميات عاليه من البوتاسيوم. لما تيجي تنقل بقى كميات هايله بقى من الباك دو ار بي سيز عندها ممكن يكون فيه هايبركاليميا، والهايبركاليميا تعمل له اريزميا اند ميك كوز اوف ديث. عشان كده راعي تاني وانت بتعمل ماسيف بلاد ترانسفيوجن بتنقل كميات كبيره 10 يونتس اور لارجر من البلاد ترانسفيوجن او ما يعادل 1 فوليوم اوف ذا بلاد، يبقى ساعتها تراعي جدا ان العيان دوت ما يدخلش معاك فيه هايبركاليميا والهايبوكالسيميا. وزي ما قلت لازم وانت بتنقل كميات كبيرة قوي لازم أنا أعمل معاهم بليت ترانسفيوجن وكمان بلازما ترانسفيوجن. كده يبقى خلصنا الكومبليكيشنز بتاعة البلاد ترانسفيوجن. أجين نجمعهم، في عندنا ترانسفيوجن رياكشن وعندنا ترانسميشن اوف انفكشن وأذرز التاكو والتراني والماسيف ترانسفيوجن. نلخص الكلام بتاعنا كله، يبقى تاني كلام عن indications of blood واتكلمنا عن complications of blood transfusion. indications قلنا بالنسبة لي الهيموجلوبين أو ال blood packed RBC transfusion إمتى تنقلها؟ لو عيان عنده acute blood loss أكتر من 30-40%، لو عنده هيموجلوبين أقل من 7 والسيمتومز أو أقل من 8 وهيعمل عملية. البليت transfusion بديها as a prophylaxis لو بليت أقل من 10، وبديها كثيرابيوتيك لو عيان عنده active bleeding thrombocytopenia with active bleeding أو لو العيان ده هيعمل planned surgical procedure. كونترا انديكيتد في حالة تي تي بي والاتش يو اس. وبعدين نتكلم عن فريش فروزن بلازما. فريش فروزن بلازما زي ما قلت اما تريبليس سنجل فاكتور ديفيشنسي او مالتيبل فاكتور ديفيشنسي في الناس عندهم وارفرين توكسيسيتي او في حالات البلازما اكسشينج. كومبليكيشنز اللي احنا لسه قايلين عليها ترانسفيوجن ريليتد، هيموليتيك ونون هيموليتيك، وترانسميشن في انفكشن بكتيريال وفيرال وبارازايت، وممكن فوليوم اوفرلود اللي هي التاكو أو respiratory complication and cardiopulmonary edema اللي هي تشالي، وأخيرا massive transfusion and how to manage. معلش كان كلامي سريع شوية بس again الموضوع ده مهم جدا جدا في الديلي براكتس. أحب إن أنا أكون أركز على بعض النقاط اللي هتهمنا أوي وإحنا بنتعامل مع blood transfusion daily rather than الامتحان. وربنا يوفقكم جميعا. كده الحمد لله احنا كده خلصنا الهيماتولوجي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد لي اي استفسار يبعت لي وانا تحت امرك ان شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.